احتفاءً بعيد الفصح المجيد، أقيمت العديد من الأمسيات الروحية الفصحية المميزة في الكنائس الأردنية. إلى المزيد. أحيت جوقة القديس بولس الرسول اللاتين في منطقة الجبيهة أمسية صلاة وتأمل استعداداً لعيد الفصح المجيد في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان. حضر الأمسية التي قادتها المرنمة حنين جدعون سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وكاهن الرعية الأب بطرس حجازين، والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة، وعدد من الراهبات وجموع من المؤمنين ومحبي أعمال الجوقة. قدمت الجوقة باقات منوعة من تراتيل الآلام والقيامة، أطفت أجواء روحية عميقة للحضور، صاحبها مجموعة من التأملات التي تذكرنا بحدث القيامة العظيم. الذي فيه يذبح الحمل مجروحا مجلودا مكللا بالشوك، لمن كل هذا؟ كان كل ذلك لأجلي ولأجل خلاصي. وبعدها قدم الأب حجازين كلمة شكر خلالها مكتب فضائية نورسات في الأردن ومديرته الدكتورة باسمة السمعان، واصفا بأنه النور المميز داخل كل منزل لنقله لنا أحداث الكنيسة بتفاصيلها في الأردن والعالم. من جديد شكرا لنورسات سيدنا، دائما أنت أبونا وأنت الكاهن الأعظم لكل الرعاية بالأردن. نشكرك لتلطفك وحضورك فيما بيننا، بالتأكيد نحن بحاجة إلى البركة الأبوية من سيدنا. إذا في كلمة قبلها أيضا يجوز. جملة واحدة، فعل فاعل مفعول به، أنا فخور بهذه الجوقة، بس يعطيهم العافية. نوقف للبركة. الرب معكم ومع روحك أيضا، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة والقديس بولس شفيع هذه الرعية، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. أبانا يا من في السماء، ليكن
تقدس اسمك. وفي ذات السياق قدم المرنم فارس عباسي بمشاركة المرنمة ناتالي سمعان أمسية فصحية بدعوة من جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس في منطقة صويفية في العاصمة عمان. لمجدك فامنح المغلوب مدى الأيام تحنانا. وفي بداية الأمسية رحب الأب الربان بنيامين شمعون بجموع الحاضرين على مشاركتهم في أمسية الصلاة والتراتيل بمناسبة عيد الفصح المجيد. كلتنا كمسيحيين نحب نعيش هذه الآلام، فنحن باسمكم جميعا اليوم أحب أشكر المرنم فارس عباسي عزيزنا وحبيبنا مع الفرقة الموسيقية الجميلة مع كل من نظم وعمل وأتى حتى يطرب روحنا. أحد القديسين يقول من رتل صلى مرتين. ليش صلى مرتين؟ لأنه مرة بالجسد ومرة بالروح. ربنا يبارك حياة الجميع، ونشكر قناة نورسات دائما اللي هي تغطي هالأحداث الآلام الخلاصية تبعنا وتغطي كل الأحداث المفرحة والمحزنة في الكنيسة. ربنا يبارك حياة الجميع، وإن شاء الله فصح مجيد وقيامة مجيدة. كل عام أنتم بخير. شكرا. وقدم المرنم عباسي باقات مميزة من الترانيم بصوت ملائكي بمشاركة مجموعة من العازفين من المعهد الملكي للموسيقى، حظيت على إعجاب الحاضرين وأحيتهم في أجواء القيامة المجيدة. يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا غار وقبل أن يحملك حملته يا غار. المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام بالحقيقة قام.